دلوقتي هنشوف مع حضراتكم كلام كتير بعضمة لسانه والنجم التاريخي للوداد يشجع الأهلي، صديقك العزيز عزيز. وصديقنا وضيفنا في أكتر من مناسبة العزيز بودربالة. هو عزيز بودربالة الحقيقة واحد من نجوم الكرة المغربية الأفزاز، وبالمناسبة هو كان واحد من نجوم الوداد الكبار قبل ما ينتقل لتجربة احترافية. عزيز بودربالة وهو واحد من عاشقي مصر والفن المصري، وياما أمتعنا بالعود والأهلي في الأغادير في كأس العالم للأندية لو تفتكروا، استضفناه في ملك وكتابة أكتر من مرة، ولما حل ضيف على القاهرة في كأس الأمم الأفريقية كان شرفنا أيضا في إحدى الحلقات، وواحد من الناس اللي احنا بنعتز بصداقتها وبقيمتها الكبيرة. عزيز بودربالة سئل: أنت أهلاوي وأنت وداداوي وتعشق اللون الأحمر، قلبك مع مين يوم السبت؟ نشوف عزيز بودربالة لإم بي سي قلبه راح فين. طب افترض يعني هنفرض كده وده كوره ان الاهلي والزمالك وصلوا للنهائي، انت تتوقع مين فيهم اللي يفوز بالبطوله؟ سؤال شويه محرج بالنسبه لي، لانه عندي واحد العدد الاصدقاء من طبيعي الحال من لاعبين كبار يعني اهل من الاهلي، وعندي عدد كبير من اصدقائي لعبوا في الزمالك. ولكن انا شوف انا غادي نقول لك تربطني علاقه جيده ومن زمان علاقه اخوه بمحمود الخطيب. ايوه يعني وتربطني كذلك علاقه بعدد كبير من لاعبي الزمالك، لكن ما دمت اشجع الاحمر في المغرب فاشجع الاحمر في مصر ايضا. بتشجع الاهلي يعني؟ اشجع الاحمر في مصر. ايوه خلاص واضحه.